الحين. يعني دقيقة دقيقة، يعني السعودية أفشلت الربيع العربي وأدت إلى حرق سوريا وحرق شو اسمه السودان وحرق ليبيا وحرق اليمن، يعني أنت تعترف أن السعودية يعني هذا شيء يتفاخر به واحد أنه أفشلت الربيع العربي وقضت على أحلام الشعوب؟ أم تتفاخر أنه قضت على الربيع العربي؟ يا واطي يا فيصل يا أبو زك، السعودية داس عليك وعلى اللي جابوك، السعودي داس عليك وعلى حكومتك، السعودي داس على حمد بن كلب وكلب بن كلب، وداس على جزمة بشارة، وداس على كل قواد مثلك. انت مجرد خنزير استخدمتها الزبالة او البيارات قطر عشان تفوح ريحة القذارة اللي هي تطلع من فمك. لحظة يا استاذ فيصل، اللي جابك